عجبا عجبت لغفلة الإنسان، قطع الحياة بعزة وأماني. فكرت في الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كبيرا. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله منها. أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومركله إيو كولانتي أن كوكولاني تيفيغا كعبة تيفي كاسو أمد مسلمين تا أسو قدبنية محاضروين إسلامي أه إي مواضيع كلا دوان أو إسلامي أه كواسو كوبحا لقدا أفكا سوماليغا أفكا إنجليسكا أفكا سواحليغا لقدا عربيغا إيو سيدو كلا إن أففكا لو كلا دوان با وحن فيلا يا إنات كفا إيدي ستين مواضيع دي هوره هذا أنا فيله إن شاء الله تعالى وحبنا كفى إنسان دونتان ولا ليه برامج كان قصود برهدينا إلهي سبحانه وتعالى وحنقبرينا إنه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وما لنتقي معها وكفرحه إلهي أوصيه في دنيانا إلهي سبحانه وتعالى سدد الله خطاهم ربوين سبحانه وتعالى تبتوضا إيوه تيدوضا إي برامج تي الله سبحانه وتعالى درتي دتك أوصو قد بنيان إن ربوين وبركيه إن ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى سؤالك نوكل ميب وحويد سن رب سبحانه وتعالى إنه نوكل ميب في دار كرامته في مقعد صدق عند مليك مقتدر مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. موضوعنا ما أنت إن شاء الله تعالى أن فائد سن دونه وموضوع مسلسل نقن دونه ومد يلاب أن كوكب نان لكن مراحل فربضا إن شاء الله تعالى إيوه ان فديه فربضان وكبد دوان ان شاء الله هو كل مدونه وحانا موضوعا مقعيسا لدهذا نهاية العالم قبل عالم كان ان جوغنه ايو النهاية ديسة ان وحاو كو آخر سنة ايوه ان شاء الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى وحي كتاب كيسو كسو دجيي آياده قرآن كاها اكو يمد يسوه كان النصوص رسولك صلى الله عليه وسلم كسقناتي إن شاء الله تعالى كود فائدة سنة هدو إله رياضه ولا ليال زمن كينان ما أنت أن جوغنه وحا اسكو درمي اختلط الحابل والنابل وحا اسكو يعني ما رتمحوها درمي وحكستا وآد موديد قاركود طولو حقيبه أسعود أسلي هذا مسحبا مخلطبا أسلي هذا سيدا دراد المركة وحالقا مارمان دادكو إني وحوسح سيهين وحد أركيسا يعني كتب تقاركود وحد أركيسا مكاتب تقاركود يعني محوها مارت منشورات كي وحيابها يالا نسدوك على قنوات كقاركود يو محوها مارت يوتيوب كوحي أفرب من أتقاركتين وكه الله يا قبل عالم كه يو حقيقة جرته إلهي سبحانه وتعالى دينتي سكوسوغا إني إنبضان أي كلفوكتها إنبا إنو سوح أشيغا يو فطارة وحد مغلسة إن أميد كه الله يو إنو دجال أصابحي دجال إنه صباح مدحو كليها مهدي بصباحي مدحو كليها محوها مارت محمد وينيت الملحمة الكبرى وإلهي سبحانه وتعالى عدو يسوء جبي أيال القارح اللي قادي أما اللي قد حجرابة ومركاسين محوها مارت وحبضان الله صدح في قار وحث مغلسة إنه كليهن خصفقي أبا بلقويري مشرق كدع لهيد حقا إي بري يوتي كدع لهيد حقا إي قلبيتك إنت بإني دعدي وحبضان مارت محوها أسراد الساعة الكبرى يعني محوها الصغرى يقار كمدة الكبرى به إن لقار إلى غير ذلك وحفر بدن بالمغلسة سداد رادد علماء قاركات حتى إلى إلا يابين أما كنت قاركات بركة أي بغدان سداد الشيخ الدكتور محمد عريف يوكله إن أفريقيا مروا بغداء أي وحيري وحان أركينين كون دعونا يا أما دادك أقوم حاضرين يا أما الشيخ يا مارت إن دجال وصابحي أفريقيا أو كصابحي أمورها سؤدل يعني وحب هاي دتك مسلمين تما دام ما أنت إرهادين يعني حقيقة ده نهاية العالم إن دتك يعني محوها لجو برا رجيو لجنا حقبت له مركز ده درادد وحلا جمارمانه عدين إن دتك أهل العلم جاي عديان
أشراط الساعة الصغرى على مذهدة وكذلك أشراط الساعة الكبرى قيامها ساعديسة انت أصدعين أشراط ووين أما على مذهدة ووين الأركيو أيها لغو مرمان إن شاء الله تعالى أمدى إن أيو عدات أركا إصدقاء سيدات هذه المركة إن أنكورنا برنامج كان إن أنكورنا محاكو جرمعنا لماذا نتذاكر عن أشراط الساعة محان أغاها لنا يعني على مدها الساعة ده سبق كان محوية هاي سبقه لاليال وحويان أرهن إن داتكو إنتي سبضان أي باران أو أي يعني كشاكستان أو أي راديان إن محوها ماركتي إن أشياد الشيغي واوين أمورتان غيبيقة داتك قاركي إني وحكو أغادان دوند الدونيان تاسوا نمبر ون سيدات راد المركة وحاسي موح نفتينا هدان أغانو أرينكا أساق أشراط الساعة الصغرى يا الكبرى وحنو فائدين يميا يعني أما محوها نفتينا وحكا بدليا روح دين إيماني يكون دسميسو إيمان كانو كبارة سرمارة يغفل دين كجرين أنكا قبحينو مسوا شيء سيدا يعني مارت أشياء ساينس كوكال وحلقو أغادو كال موجد لغا حواحوا كجرة مارتاسي نوعاسي نوعاسي كسمي سنتهي محوها مارت أرينكا أساق حل غاس فولكاني غاس أميشا كدعي وحيابا نوعاسو كلا oo ahdaaf iska maaha maartay muxuu aha een sayniska iyo waxyaabaha mid lagu ogaaday miyey noola mid noqonaysa iyo sheeko la noola mid noqonayso waxay noo noqonaysa dadka muslimiinta markii aayad ilaahay subhanahu wa ta'ala loo sheego sunna rasuulka sallallahu alayhi wa sallam yaani muxuu aha arin ku sugnaday oo rasuulka sallallahu alayhi wa sallam ka sugnaday oo asaadan ka hadlaya loo sheego arinkaasi waa in ay iimaan iyo muxuu aha maaragtay een qalbigeena wax ka bedeshaa taasirna ay ku yeelataa nafteena arinkaas ayaa laga maal limaada quraanka een waxa ku yimid iyo sunnada rasuulka sallallahu alayhi wa sallam sheegid la sheegay arinka saacada iyo qiyaamaha goorta uu dhacayo sida daraadeed marka fawaaid fara badan ayaan ka helayna oo nolosheena markaas aan u kaalmaysanayno midda koowaad waa maxay tahqiiqul iimaani bil ghaib in وحيابها غيب كاي نغمقن ان ان رمينو حقيقه سن ان غارنو وهو ركن من اركان الايمان السته وحين كم تارن قاسغا يعني ركن من اركان الايمان السته ان ايمان كقيبه ستدبد ا ميد كميد اه لخدا ميد قيبه س لخدا ا ميد كميد اه ان يراهدو الله سبحانه وتعالى وحو ليه اسغو مؤمنين تارن كو امانيا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه كوا يعني رمينا يا غيبك سرادين أوجي أيو الله سبحانه وتعالى أوت المامي سرد هذا المركة إن أرك أصدق المؤمنين تأكل أمانيهن إن أن وحكة أجرنا وحكة برنا وحكة يعني فائدة أن كجرنا إيمان كنا وكو كبعه وان شيء لقى مارمان أويان يعني. وأنا لابد وأنا واجب أرك أصدق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحوليها رسولك صلى الله عليه وسلم وحاويره أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به وحالي أمري إن أن دتك محوها أن لدغ علمه أن أقاتل الناس إلهي درتيس إن أن دتك لدغ علمه إلى أي غيران إن الله سبحانه وتعالى ميان ألك لو حق لو عابد إن سجرين سيدوك لنا أي هميان وحي أن لئمت ويؤمنوا بي أنا أي هميان وحي الله يمن أي رميان فإذا فعلوا ذلك هذه أركاء السمية أبو رسولك عليه الصلاة والسلام عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحي قبت باذي دي قو دي بأي قبت باذي وحي قبت باذي أن حوله دي بأي قبت باذي إلا مركا وحي حق الله ومتي وحوله دا صلاة قاضي إي نفته دبا وحسابهم على الله حساب تضين إله سبحانه وتعالى أي أحد مركا إن غيبك لرميه وإيمان ويان إن سيدوك بكل ما أخبر عنه النبي صلى به النبي صلى الله عليه وسلم الله أنه إنه شيء كل قد إن لرميه إيمانك أي كم يتحي تنى أشراط الساعة إيه محوها مارة قيبها ذكر الدوان وأن كورنه من الإيمان ويان وحيابها لا يورمي ولا الدون يواجبك إن إلهي سبحانه وتعالى نقول دوانه إيمانك أستقع لأنه الدون ويان ونعلم أنه حق إن أي حق تهينا إن أن أغانه إيوه أرهن رنعه ومن ذلك أشراط الساعة
waxyaabaha marka een arrimahaas kamid ah inaan ogaano oo saadu saacad ay kamid tahay een calaamadahaasi maxaa kamid ah khuruud dajjal dajjal soo bixitaankiisa een sidoo kale ya'juuj iyo ma'juuj soo degitaanka uu soo degay nabiga ciise calayhi salaam een muxuu ahaa ma aragtay een daabada soo bixi doonta ee kacbada ka soo baxaysa een muxuu ahaa sidoo kale een yaani duluuc shamsi min maqribiha qoraxdu ka soo bixi doonta xagga iyo galbeedka ka soo bixi doonta intaas oo idin waxay naga doonayaan rumayn waashbaah iyo wixii maaragtay shabaha een arrinka isaga ah waxaa kaloo ka mid a waxyaabahaan ka faa'iidaysanayno fi macrifati saacati nafta naftu inaan u bandhigno ilaahay subxaanahu watacaala daacadiisa inaan ku boorin arrinka isaga ah sidoo kale in aan u diyaar garowno maalinta qiyaamaha ah maalinta qiyaamaha ah idan marka ka hadlidda laga hadlayo umuurahan qaybiga ah iyo axdaastan dhici doonta fa fiihi iiqaadu lghaafiliin waxaa ku sugan in dadka aanan baraarugsanayn ee qaflada ku sugan inay baraarugaan sababtoo ah qaflaan ku sugannahay saacaddii waxba kama ogin rabbi subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay iqtarabat isaacatu wanshaqa alqamar iqtarabat isaacatu qoraxdii muxuu ahaa maaragtay saacaddii baa soo dhowaatay dayaxiina waa uu kala dhambalmay qoraxdii muxuu ahaa maaragtay saacaddii baa soo dhowaatay dadkiina waxay ku sugan yihiin wahum fii kaflatin mucriduun yacni kafla oo ay markaas sii jeedaan ayay ku sugan yihiin waana sidaas weeyaan kafladaa marka lasii jeedo in aan nafteenna muxuu ahaa ku baraarugto ay soo jeesato in towba towba aan nafteenna ku baraarujino oo ilaahay subxaanahu watacaala u toobad keenno in adduunyadan micnaha laska daba kacay oo naftii kafladii muxuu ahaa ay kaga sii kusii fogaanayso laga soo celiyo وهذا ما فعله المصطفى صلى الله عليه وسلم أرن تاسنا وأرن النبي عليه الصلاة والسلام أوسميي صحابة سئنت وحوغو الرمجري ساعد أي دعتان كذا صيحين كو حكوب كوي من البخاري مسلم النبي عليه الصلاة والسلام قام من الليل وقال هبين بركي وانتو يعني مارت هردد كالتوصي براروغي أي استاغ النبي عليه الصلاة والسلام مركاز الحويري ويل للعرب من شر قد اقترب carab hoog iyo halaag baa u sugnaaday maxaa yeelay shar baa kusoo dhawaatay buu rasuulka sala allahu calayhi wasalam shar kusoo dhawaatay daraaddeed carabtii halaag baa u sugnaaday alyowma futixa min saddi ya'juuj wa ma'juuj nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi maanta waxaa la furay yacnii teedkii iyo meeshii lagu xiray nimankii ya'juuj wa ma'juuj in intaa la-eg nabi sal salam fartiisa isuulkiisa dusaa yiri ayuu tilmaamay idan marka yacni soo bixitaankoodii baa dhowaaday fadhiga ka kaca oo baraaruga rabbi weyne wax agtiisa idiin dhoweynaya oo maqfiro iyo dembi dhaaf aad ku helaysaan raadiya buu leeyay rasuulka sala allahu calayhi wasalam mar ka mid a mararka nabi sal alay wasalam xiliyadiisa ka mid ahaa wuxuu yidhi intuu haweenkiisii u yimid buu yihi war baraarujiyo kuwa kan war hala toosiyo yacani muxuu ahaa qolooyinkan guriga ku jira ha tukadaan salaadii wuxuu yidhi maaragtay bakaasiyatin fi dunya caariya fi laakhira mid adduunyada tani dhar wadata oo daboolan oo dhaxantii iyo qoraxdii iska muxuu ahaa xirtay iska xijaabtay ayaa badan laakiin maalinta qiyaamaha ah waxba aanan wadanin oo qaawan marka hadda inay sii diyaar garoobaan wey inaan ka hadalno saacadda walaalayaal fawaa'id fara badan baa ku jirta waxaa ka mid ah anna fiiha bayaana liaxkaami sharciya ومسائل فقهية ساعد يا رميد ان العديو احكام فربنا فقهية اي كسغن ايوه ان محوها مسائل فقهية لذلك مركة قصة ان مركة في رسد والنبي عليه الصلاة والسلام مكور رمي دجال يمسو جوغ يا ارلده افرت المالموت ايو ارلده جوغ يا فساد كيس وضيا الى عيسى ودل عليه السلام افرتك مالموت wuxuu waramay nabiga calayhi salaatu wasalaam maalinka koowaad waxay la-eg tahay ka sanad sanad oo kale ay la-eg tahay maalinka labaad isbuuc bay yani bil bay la-eg tahay maalinka saddexaad muddo isbuuc ayay la-eg tahay maalinka afraad iyo wixii ka dambeeyana kasaa'iri ayaa minkum buu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu yidhi idan marka saxaabadii baa waxay weydiisay atakfii fi lyowmi alwaaxidi minha salaatu yowm
هل مالن مركه هل مالن صلاه لتكدي سنه كاسو ادل مكفل انت مالن يعني سنه كلا كانيا ددكم حي سمينيا مشان صلاه تكرين او كليا حالكود سيويان هذا وهل سنه مدلك بمالنك اسا ولا كانيا ان قدركيسا وقرحدي بان ميل ودقاقين النبي صلى الله عليه وسلم حيري ما لا وقدر ابو وير وقدر المحل قدر يا وحال قدر يا مركه وقتي بلا قدر يا صبحي بتكتي ساعدك جدال وحا ايمانيا دوركي ساعدك دب وحا ايمانيا مغرب مخو عصركي مغربكي حالك ساس وسكنيا مركه ما دام حالتي ساس وسكنيسو النبي صلى الله عليه وسلم هلكا فقه ايو نغسيي او حتى واقعنا ما انت ان جوغنو ودما فربدونا قلبيتك اه waxaa jirta in ay soo qoraxda ka dhicin 3 bilood 4 bilood in ka badan in ka yar maxay sameeynaa marka qoraxda soo jeeda yaani salaadii subax ay tukanayaan salaadii casr ay tukanayaan ma hal ma inta tukadaan bay faraha ka qaadayaan fiqiga asaga xadiidkaas shart min ashraadi saacati uu nabiga kaleysa tu salaam kaga waramay ayaa laga faa'iiday way ayaa laga faa'iiday waxa ka laga faa'iiday maareefta nabiga sallallahu alayhi wa sallam bi ashraadi saacati wuu umur ghaibi ah oo qofka aan dhanni iyo malo iyo muxuu aha saynis uusan ku gaari karin saynis uusan ku gaari karin waa arin ilaahi subhanahu wa ta'ala u waxyooday arinkaasina ay tahay markaas inaan anaga rumayno allah wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala aalimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada marka rasuulka alayhi salatu wa salaam عدي وكره النقضي وعلم الغيب كاسقة هي قيامها سيدعتان كيس الله ورمي ويان وركا رسولك عليه الصلاة والسلام إلهي أسيي والربوين أسو ورمي ورسولك إن أو ورمي إن عند جيس إن إيمان كين وكبعيه وحبضنا أمور ترى أنا كل صنعات وشيء لقى مرمانا وعاكلوا أيضا عن كفة إذا سنة أنا أركن كورمتان كيسة وعلى كفة إذا سنة يا إن نفط وحيابها أنت بضن الرادسه يعني قصصك إيو حيابا دع الدونا إيو نفط وحاج عشهاي وحيابا كمقن أو مارت أمور أمور حيسة لك هالليا إنا وحكو أغاتو أمور تامرك حيسة هلا مستقبلي غا نفط أي جعشة إن لغا ورمو إن أيدنا سي يعني مارت الصحيحة أو نصوص سافئة لغو الشيغو أي أيضا كفا إيسان بخلاف ما إذا كان الأمر مفاجئا وحاكو لان كفا إيسان أحبتي في الله فتح باب الامل يعني انا فرنه انا فرنه سيده كلا اما قفكي او فرناته اما نفتي اي فرنته يعني الباب يديله ان قفك اسغا خيرات كاسي وحيابها لا شيغي دونه يصير لو بدبادي دونه يا ددك اهل خير كا كورمتان كودا ان نفتي اي اشرحده قفكي اسغا ها او مركاسن وارما يعني ما ر ددك اهل خير كا اهل دينك انو كم نقضه موجوده وياه وتاسو حكم اذا بشاراتك لا شيغي النبويغا ان وبالتمكين الاسلام اسلام كايو مارت ان الله ومكانين دونه ان ظهور على الدين كله ديمه ادل بو اله سبحانه وتعالى يعني مارت دينتي سي اله دينتي صحدا اي كظاهر دونته او اي كاد كان دونته ان ولو كره الكافرون لان زمن عيسى ما كو يماده وح واقبل يا ملها جزيه ما اقبل اي وحان اسلام اهن اقبل مايو وانا اتقي دونه ان شاء الله تعالى سو دقتان كيس اي قصدي سه رغبة فدرقة اه وايضا الاشباعيه بمعنى يعني فدرة هذا وحبير هذه نسا وحبير بتاعينه هكسته محا هان دونا حقا يكون دنبين دونتا ومدو سيء وهان دونتا آخرة معناها مارتي مركة إيمان يسو ما نغو ساعة سغفر إن إيمان دونتا حالك سيدة ويان وحباك ووري غانايا وحاك ووري غانايا إلا غاها قبتيرو أرنكا إستقا إن سيدو كلا الإيمان الإيمان بأشراط الساعة يقوم يعني يقوي الإيمان إن أشرارها ساعدة إي ساعدة إي كوربتان كذا إي لغا ورمو تاسينا وحي فائدين إسا سيدو كلا إيمان كاق إني حوجي سوا تيها وراء أشياء ونكو زيادة مركا علامات كاسي صدقي يقف كاسكا ها مؤمن كاها يعني قمضيه سئين السونادان أي أولا زمية وأساسوي وإلى غير ذلك إي ثمرات كالف ربضان هذا مركا هذا مركا وحلقة مرمانة إن دتك هدي أمورها نوعا سكر إسويديان قيام الساعة دعتان كيسة ساعدي بعد عيسى طلوا سيود عيسى محيود عيسى يعني طلوا محا هندونا وحيابها لقور رمي مبامارة محوها دتك سلح مردونان إن حالات الساعة مكدو ونان دونتا
ان waxba la sheegay waxa astolo muxay yihiin adduunyada waxa la tilmaamay kun iyo washiib la sheegay kunkaas miyey ku ekaan doonda talo ma ka badan tahay ان sayniski waxa leeyahay maarta dhagaxan baa la helay ama qofkan qalfoofkiisa la helay madax qof ayaa la helay oo qalfoof meel yaala 6 milyan oo sano ka hor dhintay ان shimbir meel ku dhigay oo maarta 3 milyan oo sano ka hor dhintay waxyaabahaas muxay yihiin yaani miyey iskhilaafay nusuusta waxa soo idil qofka inuu weydiiyo saulaad aya amartay meshii imaniga madam marka arinkaasi aan u yimid waxa laga marmaan ah muraajacatu culimaa astiqaad fi hada albab in dadku ay culiyaan su'aalaha ay qabaan culimada lagu kalsoon yahay ee baabkan ka waranta in loo culiyo waa shay laga marmaan ah weeyaan qof kasta inaa waxuu maartay muxuu aha asr culisid ma aha maxay la waajibka ee sharciga ah ayaa arriga isaga na tusaya إلهي وحوله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ويدية دتك أهل علمك هدي مسألة إذن قرنين إذنك أرنك إذن كسو درس إذن قرنين أهل علمك ويدية بولي ربوين سبحانه وتعالى آيات كلا وحوله هاي ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لا تبعتم الشيطان إلا قليلا دتك وحوى يهدي إسن محوها إلهي دين تسأو علن إلهي كتاب كيسة يستنى رسولك صلى الله عليه وسلم أو أهل علم إسن ويدين إذاك يقان أمورتا أو استنباطك إيه وح كلاسو دح بحيا فقه صحيح حي فهمك كلاسو دح بحيا إذا نمرك محاد عيا دتك وهلك سميا جهال بيوح ويدينيا جهل بيكود عيان أمور مركز إيمان كوذي يعني فسهادنيا aya imanay oo markaasina fitan ayu mahali ku ridaya marka ilaahay fadligiisa duusan ahayn allah wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala la tabaatum ash-shaytana illa qalilan shayadin tarra'i lahaydan illa an yarmuyana waxaad arkaysaa marka hada yaani midba meel ka dhawaaqayo shaydaan ah markaas wuxuu leeyahay adduunyadu waxay dhamaanaysaa yaani 2012 labada kun iyo 12 ka ay dhamaanaysaa midba westiga ayaa dhaxdaas california wuxuu yiri maalintaasi saacada 6 pm markay tahay eastiga waxa ka soo bilaabanaya dhulka inuu soo dhamaado ilaa westiga dadba intay maartay muxuu aha ka tageen new york new jersey iyo muxuu aha east side intay ka tageen baa waxay aadeen california si maalinka asaga ah ay maartay balguryahooda waxa ka dhici doona ay u taawadaan telefishinka oo daawadaan wuxuuna meesan dhicin kiina waa u fashilmay laana shaydaan buu aha wuxuu wax ku akhrinayay shaatiin baa hayeen dadkuna inay arimaha noocaas ka ixtiqaadaan maaha filmaan iyo movie iyo waxyaabo maartay la soo sameeyay arkaysaa oo marka dadka looga dhigayo xilliga in qiyaamihu dhacayo saana uu dhacayo mawjada awham kahana niman saaxiriina niman falfalowa shayaadiin umad adduunyada rabta inay macnaha sayr rabta ka dhigto intaas umada u warramaysa in badan dadka madna way xiiseenayaan way daawanayaan way muxuu ahaa qaarkood baa taasi irshaad ay ku reebaysaa marka waxaas oo idil wax loo baahan yahay maaha arrimahani qaarkood ma dhaceen xilligii saxaabada hata ay joogeen ma dhaceen mise ma dhicin nacam way dhaceen waxaa jirtay saxaabadii qaarkood magaalada kuufa la yidhaahdo ayagoo jooga kuufa yani ciraaq meel ku taalla weeyaan sida abi tufayl uu ka warramay wuxuu yidhi kuntu bil kuufa kuufaan joogay buu yidhi markaas dadkii waxay yiraahdeen saddex mareen kharaj ad-dajjal war dajjal baa soo baxayay dajjalkii baa yimiday markaasna waxa uu nimid buu yiri faatayna ala hudayfata ibnu asid hudayfata ibnu asid wa huwa yuhaddith isagoo macnaha xadiidka akhrinaya ama dad u sheekeynaya ayaa u nimid faqultu markaas waxaan ku niri hada ad-dajjal qad kharaj kani waa dajjal oo soo baxay la soco yacni maaragtay muxuu aha dajaalkii baa yimid qiyaamihii la soo dhawaaday markaas wuxuu ku yiri horta fariisto fajalasto waan fariistay nin kala yimid oo qolo mas-uulka ahaa oo la yaqaanay asagana wuxuu yiri hada dajaal qad kharaj wa ahlu kuufata yadcanuunahu ahlu kuufana waa kaas yacni maaragtay muxuu aha isagii bay maagayaan dajaalna waa uu soo baxay sheekhoo la soco saxaabi baa loo imanayaa oo sheekh oo meel fadhiya markaas wuxuu yiri ijlis asagana fajalasa uu soo fadhiistay markaas wuxuu yiri niman yahoo dhegaysta
إن الدجال لو خرج دجال هدو صابحه في زمانكم زمن كين هدو صابحه يعني عرور تير ير السبيان كأه أيا قد فل لها أو حكو طور لها واسكعلن لها بيري لأن زمن كين والزمن زمن كان أنجوغنا بيري والزمن ولف في النادي سؤيرتهاي صدع تماما يعني حذيفة ابن أسيد لكن الدجال دجال حيري حال كيسة لقول نقويه وحصاب حدونا في بغض من الناس دتك معناها ما عرفت محوها عرقو كعروضي ميا يعني حالة دتك محوها ما عرفت كجران وقال لوغ عريسي هاي ورب وين سبحانه وتعالى هو عروضي ميا أي كسو بحيا حالة لبدا ودتك مركا أي كسو قينا وفدنا أي كسو بحيا وخفة من الدين إيوه دين تودا وفضيت فرب بدن اي كاكسو قيهين يعني اما خفة بمعنى وحاويان دين تودي او ايسان كود اقمينين او مركاسين معوها ان اكتو دي آنن ايسا قيمة او ايسا اويلينين او دادكي دين تودا ايسا كود اقمينين او محوها ما رهتي ان اي كاكسو قيهين دين الان صيا دين تين ان بدن كميد اي كحيستي او اي ادو في النيسي ايوه وسوء ذات البين وسوء ذات البين سو ذات البين كاسي وامدك هذا تاغنوي دتك دحدود او حمان فربدان يا كجرتو ويس هيستان ويس كل دغيهين لبا لبا ان مخوها كوخ كوخ قبيل قبيل قوميه قوميه دل دل ان مخوها مارتي امور فربدان اسو دغيهين او سياسه اسو رفاسين رفاض فربدان او كجر حالد نوع اسو كلا اي جرتو دتكينا دي لا فربدان اي كسوغيهين aadna ay dhaxdooda dhibaato i fidnay go jirto ay soo baxayaa buu yiri markaas uu markuu xuu yiri markuu soo baxo meeshan kaliye uu kuufa iska ma joogaye arlado dhan baa loo soo duubayaa buu yiri arlado dhan ayaa loo soo duubayaa hadiidka asagana xaakim fil mustadrak sanadkiisuna waa sanad saxa ee bukhari muslimna ma isa soo saare walaaliyaal dadka waxa ay fahmayaan in looga warramo waa shay laga marmaan ah mararka qaar wax arkaysaa qof baa calaamada saac calaamada saacada ama qiyaamaha ka hadlaya markaas wuxuu maartay intaas shubaya oo dadku u sheegaya wax isagii naftirkiisa maartay muxuu aan ka dhaadhacsaneyn oo aad iyo aad yaad yahay muxuu dadka ayagana ama laga yaabo inay oo argagaxaan ama ay qaadan waayaan ama ay badiidaanba oo aysan rumaynin inta markaa wixii dhibaato ka yimaada يا مسؤولك هذا يا مسؤولك لماذا علي رضي الله تعالى عنه وارضاه وحوليه هي حدث الناس بما يعرفون دتك واحد اوغ ورنتان وحي فهميان وغرانيان ان اتحبون موحجعشين اني بينيان الله يا رسولك نيات جعشين اني بينيان وما يوي marka waxay fahmayaan oo maarta aqligood u galayo in la fahansiyo si xikmad leh loo fahansiyo umuraha qarkood ee muxuu aha maarta ashraadu saaca waxaaba ay ka warramaysaa qarkood ilaa haddii qarkii hadii yaani si sudfaa lagu soo tuuro way ka boodayaan laakiin si xigmadaysan nusuustii leh si tartiib ah tadriijiyan hadii loogu sheego arrinkaas ay fahmayaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa ma zaala yaani leyla naharan galab iyo subax habeen iyo maalin wuxuu inta u sheegayay oo ka dhaadhicinayay dajaal soo bixitaankiisa soo ku iman doona waxa ahaan doona حتى مرر قاركود صحاب الدد يمد او معناها انا اسلامان او يمد او نبقى عليه الصلاة والسلام او قول رمي وحيابا اسو اركان الدجال حالي ديسا مركز دو فرحو وصو عرارو دادك اسو يارو مساعد كسو كل ميو الصلاة او قبتو ان محوها صلاة او جامعة كدبنا انتو منبر كفورو اي وحي ان وحي ورين جري وحي ان كو رمي جري هيب الباينو الشيغيو ساني 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 ويري وين وافق دو وحي ايقها اسو فرح سن رسولك عليه الصلاة والسلام marka dadka waxaaba shaki gelinaya ama ay ka carayaan ka didayaan in aad looga ilaaliyo waxa kale kamid ah riwaayad kale cali uu leeyahay ayuha naas tuhibuna an yukadiba allah wa rasuluhu hadithu an-nas bima ya'rifun dadku waxay fahmayaan oo sheekeya waxa in kareena ka taga sidoo kale arinkaas arin lamida wax laga wariyay abdullahi ibn mas'ud hadaba marka waxa is weydiin leh madajin karna qawaida ان محوها نصوص اشراد الساعه تكور رميسه واقعين ما انت مدل دجين كرنا
هذا سيو في رسيد يعني وحنا كهلا يا قواعد أما معنا أشاد الساعة الصغرى وحياب بدنا كهلا يا يعني المحوا مدل دجكرنا ما أنت واقع أنا واحد تاجن هذا سيو في رسم مركه زمن كنا فطور فرب بدن أياجرة وحاكروا أيضا جرت ولا ليال المحوها فتن فرب بدن أياجرة ربوين الدين تيسي إن بدن الله جستي أياجرة وحياه بدن كور هنتي نصوص تو كور هنتي وعشرات الساعة الصغرى وفرب بدن أياجرة وتاجن حاليا وحبر أنا لكن هذا كده بقي مينه كده بقي مينه محوها النصوص ته إن أسراد الساعة الصغرى إيو أسراد كلبكاه الله يه واقعنا ما أنت واقعنا ما أنت لكن وحياه قاركونا أكدونه أي طلع إسلاده هاي طلعوا محقين كوافقين حال كواسدة أرنك واحد مدابة إنه ما أنت تراجعين هاي إن إسلاده إن علماء أنتوا البرنامج ويكسوا هرجدة إن معناها مركب النصوص أنت اللي قاعدوا اللي دول صاروا إلا إن أرمهاسي وحكو تصيوا عد أيجان ومركز أستهداني وحقوق غالبي هاي وأبداني هاي أرنك إنه سيئس وافقي وإن كانت يحق قد أيسنهين لكن ما أنت قيب كمدة إن قاعدت اللغو هايو قيب كمدة إن قاعدت اللغو هايو وحاد درتي مركة أهل علمي اجتهاد بسمين جرين اجتهاد كودي وحاكمي ده أهل علمي المحوها آدنا أي ورع معرفة فربنا وقصة ميين أسراد الساعة سيدة عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه آدبو اجتهاد جري اجتهاد كي ساسوح وكو اجتهادي ابن السياد إنو يهي بالدجال ابن السياد إنو يهي دجال ابن السياد كما كان ورمي دونه لأنه لو قشكي يعني مارت محوها الدجال آخر كينو نيكا كان نقن دونه ومارت مقالة المدينة الجوغي مركي دمنا ميل وبحصد أي صحابة قرن وايل أيضا نبي محمد صلى الله عليه وسلم وجوغه أيها دان عمر أريك اجتهادي لكن رسولك عليه الصلاة والسلام كموصا إنكرين مركا سحيري هدلن هدو الدجالي هاي أدقوا اللقوة ما صليت دونه وحال لقوة صليت دونه عيسى عليه السلام أيها لقوة صليت دونه أبو يري أي هد هدلن هدوصا نهينا دلكي سمانتا كان وحفا إذا وليهي مجرته أو كما قال عليه الصلاة والسلام إنسانو إيمان دونته وحاجة دقية وقاركود هذا مركي يعني دقالك العراق وكلا ودعي ناني يدي وحاجة علي حساركي لوقبتي هو انتي ماشي تكتي إنا يرهدين نعم حديث كرسولك صلى الله عليه وسلم وكورم أنك سجرؤه يوشك ألا يجبى للعراق خفيز ولا درهم وحاجة إن رعى أهل العراق وصنعوا إيمان وحبيرة تمحوها بدر أي راشين يوحي منافع عصدان أما وحل العادة يسنو إيمان وميلو البلغة حصار لقصم أيوه تحسين وكتري رسولك عليه الصلاة والسلام من أسراد الساعة أنك أصدق ذاتك قاركين إلى هذين نعم أنك للشيء واكن نسكي با الشيء حصارك با دعي محوها والي حصاري عجبها حصارتي أن يددك رسول دولي هذا وإن كان محتملا جدا علمان قاركين يعني ما رتمحوها وحبضا كقري فنقان أما بابك كان أسراد الساعة الصغرى الكبرى كهالية وحليه أرنك سقعة إنكستو آديا محتمل جدا ويهي إلا أن هذه طريقة في تنزيل أحاديث على واقع الحياة فيها شيء من القصور والمزالق ولي أرنك سقعة أرن لو لما يستيركر إن نصوص إنت لسوق هذا حالك أسرع دعي لغو الضبقه ولي أرنك أسرع وحامو داويري أرن يعني ما رتي نحوها نصوص دي إيوه ماشي هكسانيسي أهل لو بسو قابي وأنا صحة هين وأنا صحة هين وإن كان أرنتن هاي ستاني منك كان ومحتمل يه إنك أصدقوا محتمل يه حدنا أرنماهني ولي محوها فضيد حقي سلو بسو قاني هاي وأعظم من ذلك كما حدث بعض العلماء يعني ما رتي علماء قاركوت وحيابها قاركودو أي حديدين وحديدين باكمدة محوها لعمر الدنيا الدنيا ده عمرك انت يا النقنية قارو حيدا ذين الدنيا ده وحكاد لمن سغال بقول أصنو سغال كيب بقول أصنو على صور عفو قارو حيدا ذين الدنيا ده وكن صنو كلية قارو حيدا ذين ما يأيه وكن إيوه أفر بقول أصنو
وحبه كل شيء كل جود إمام السيودي أي عرمهاسي كتاب كيس محوه أيه إمام السخاوي وغيرهم أي عرمهاسي كتب قدقار كذا هلايا مرك إن لحزميه على مدى هذا حلق يدعسي كذا وكذا يدعسا وقت أنت أنا قصر دمانية عرمه النوع سكلا شيء أنجا إنه بنان معهن شيء أنجا إنه بنان معهن نصوص وإن لجور السجود قاربة وحد دعسا قيامهم حوها أي نساد الساعة الصغرى قاربة هذا دعية كوا كلا كل حجنا وحلايا وقت دير إنه كسوريجو وربما قاركوت إن معناها مارت أسكوا دوادان وربما قاركوت إن معناها آدي أكل فجادان وساسويان قاربة مرق علماء وحكا قري سيدا ما ذكره صاحب كتاب أسرار الساعة أسرار الساعة وحوش لقي دجال إن رئاسة اللصين دون إيران إيران إنه مدحك النقن دونه مهديك إنتو سنصابح الكهر مركز سوحو عديي كتاب كيساس أسرار الساعة كو عديي محمد خاتمي وددك آية الله أي رهدان إن ويهيب الدجال كي يهدم عنها محوة إيران مدح النقضي متكله أي كتاب كيسو حقوق ري علماء كم دها كتاب كان حقوق بحيي المسيح الدجال وحوج جزمي مهديك منتظر كأنه يهي صدام حسين رئيس العراق الأسبق صدام حسين إيه جيريوري إيه لدلي إنه أها أما ويهيبة يعني مهديك إيه مركز سن إيران أنتوا لا تعلموا إيه الله بيش يدل إصلاحية كجدال معناها معركتي استقصى استرجل أسمانية وتعلمية إنه كسر بحدونه دجال قارب كتب تدو حقوق رئيس الكتاب كأشراط الساعة وهجوم الغرب مؤلفك محوها مؤلفك اللي راهض مارتي أن السفياني مؤلفك محوها اللي راهضو أن هذا مقعي سمح سستو وكتابك أصوه كل شيء أن السفياني محوها هو الملك الحسين ملك حسين ملك الأردن هراء الجريو دي استقنا إن ويهي محوها مارتي مهدقي للسوقي منتظركها كلها كل أرمان عن شغنو يذل ودعاوى وامسك شغشو وحبي راتي كصيح نقضي مجران أرمان نوع عصويان أرمان إن دفك انت وضبضان لقول لقويه رفات فربضان وقدعه نصوص فربضان أسراد الساعة أن الصغرى كهلايا انت وضبضان وعلوسنا انتهت انت للا آذو ما لأنا المركة مناسبة حين ولقود الجيو وصاصويان وايهي وحيابا قاركود نوا وحيابو حتى دادك السلف كها قاركود اكو الرمانو اي تلمامين خدنا كتوسي كرة ان وحاسي علاقة اللي ليهين ان شاء الله تعالى عرقاز كود ايران مينو وانا كاسي سعنينا وايه وحدنا شردي ان علماء دا مركة اي تلمامين ان وقوع شردي كان اما علامة دا دعضه تيكا لو كوحكتين اتلا مركي باي دعيسو مجرتو مجرتو ومركة سينا مارتي محوا اسكولو دويهين وحلقيا با اني كلفو قادان وساس ويان إني آدي يدو كلفو قادة وين دعضي أرمها نوع عاصو كلانا تلمانتو إن شاء الله تعالى وانشيق دونا وعاكم دا أسراد الساعة إن قاركود أي دعضي سيدة رسولك صلى الله عليه وسلم سو بحتانكس ومن أسراد الساعة موجود دا لأنه حويري أنا يعني بعثت أنا والساعة كهاتين أنا قاي الساعة دا واسكوك دونا هسان بانا نسعى صلى مركة سو ساري تانكسي من أشراط الساعة ويان استقانة المام أريكا استقا أريكا استلمامي يعني فرطة لحظة انت اي مدك لك قهر ريسو وانت عددة وكلية انت ايان قهر ريابو يري مركة الدوية دي انت سيديلو صور دماتي انت اسكلية هرتي وحي قدم بيسو وان وحي رب رسولك عليه الصلاة والسلام وتلمامي مركة نيسا السلام سو بحتان كيسي ايا قيريدي سي لبضو بوحي كم التهي من علامات الساعة اما ساعدي سودوانتي دي سودواتي اي كمتاي وحمرك صورت قال انا او كلا قيب انه اشراد الساعة نحوها قيب قيب تكوات ستح قيبوت باو كلا قيب انه قيب تكوات منها ما وقع واضحا تماما كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعثته وموته وظهور مدعي النبوة وحكم ده يعني كو دعي واضحنا قاركود دعوتان كودا
قارنا معناها حاليا بهذا نلا تاعن او سيده النبي صلى الله عليه وسلم انه كورمي صبحتان كسي انا كم ده من ساعه الساعه غيرد او غير رسولك عليه الصلاه والسلام ايوه مدعي النبوه كو شيغان يا نبي نمو مسلمه الكذاب اسلام كلو ما كدم او غرس يمن كتيمد او يعني ما كدم اسلامتي او غناسناتي وايد النبي نمو شيغتي ان مد كلا زمن الصحابه كلي انت دعدي او عيدس كبدن أسراد الساعة ولا ليال وحكم ذا ما وقعت أوائله وح يعني مارتي أوائشه ذي أما هرانته ذي أي دعضي ولا يزال يزداد إن ولي أسيد عصي صعبنا أنا كزول كما في تقارب الأسواق سيدا يسسو دوان شها ونمس أصلا كور رمي السوق يضا سوق السوق دوانية من أسراد الساعة ويا زمن كو السوق دوانية من أسراد الساعة ويا magaalooyinka kala fufuga iyo qaaradihi iyo wadamada kala fufuga oo waqtigi markii ba maartay inta qofka halka ka baxo saacad ka dib inuu qaarad jaro qaarad kale uu galo min asraadi saacati ay ka mid tahay suqra waxa kamid ah intisharu kitaba qoraalka oo farabata yaani qoraalka oo farabata kutub farabadan in la qoro buugaag farabadan in la qoro maanta marka fiirisid buugaagta la cadad wala xisaab oo yaan dadkii gacantooda way socotay qalinkii waa u socday marka dhuhurul qalam انتشار الكتابة وحكم التهاي من أسراد الساعة إلا هذا نوع تاجنته لابريري كستايو بوك ستور كستايو فنون تايو وديابي السواح السعودة قار إلكترونيكا قار مقطوع قار وحوى إمارة محوها مطبوعة انت تاسس وجران وحكى لو كم دارن كان سجى من أسراد الساعة الصغرى أو إلا هذا السعودة محوها صونا بالعوضي مرهرة سين زيادة يا إن دلك أو كله إسلاين ضدك إسلاين يعني كثرة الهرج يعني قتلك إسلامتا يدقال الله فربطي ما أنت مركز يعني فرتت محوها نيوسكا أما ميت قرآن وجونال ها هذا أما ميت محوها معرتي إنترنت كدورين ساهاتو أما ميت تي في قد كفيرين سباها هذا نيوسكا استمانت وحوت الماما يا أما ورك ورك وشيغي وحيالها لغو بلاوي وحل الدلي وحل اللايي وح بمكوها بسدي وح انتاسو عيد انتين wax lagu soo duulay wax macnaha muxuu aha maaratay la galaaftay intaas ayuu ka warramaya intaasina waxa weeyaan min ashraadi saacati as-suqra calaamadaha qayb ka mid ah weeyaan wa minha waxa kamida ma lam yaqa ba'du qayb sadaxad waxa weeyaan waxaan weli ba dhicin waxaan weli dhicin talo kuwaas maxay ahaayeen oo ka kada hadhow iyo gadaal dambe ka dhic doona waxa kamida daabada oo kale inay soo baxdo دابدا تكلمهم أن الناس بآياتنا لا يوقنون داب صبح دون دتك علامين دونتا قفك مؤمن كنا حلك السنك وحكم رنسا علامات عد ننك منافق إيقال كنا حلك السنك وحكم رنسا علامات مدو وحكا دم بيان ملح قفك مؤمن كا إي قفك منافق إيقال كا ويكا لصعنان دونان دتك نوكل عدان دونان دابدا سانا معناها مارت أرن كاسكا سمين دونتا تهام صب ولوي وين دع دونتا دجال باكمي ده يا جوج وما جوج باكمدة نزول عيسى عليه السلام انت صعد الوحدة عاي إلا هاد ملهن ووحل السوق يوي ان ولا ليال وحاكوا ايضا لقى مارمانة ان ان اغانو اشراد الساعة او ان اصعنو قيبه هذا كالدوان لعتان كقيامها اي على مدها قيامها ان كوضا يرير يكون وين إن أنا سي هذا أفهمه وشيل لقى مارمانه شردي يا ساعة لو أريبك ليهين أو كلا دون شردي وجمع الشرط يعني أشراط جمع الشرط ويه شردي قلنا وعلامة دوي أشراط الساعة علامات كذا إيه أسباب كذا ويان كواسو إن محوها مارت أهان دونا قيامه أنت أوصل لعنكار يا ما انتو صدعين كهر ساعدنا وامحي ساعدوا حويان ان الوقت الذي تقوم فيه القيامة وقت قيامها ودعو دونه وصميت ساعة ساعد بان لغو مقعابي محي لي يعني دتكي بكو امانسا ساعد بكو امانسا مركاسا دتكو ادل او ذات امانيا دتكو ادل اي او ذات امانيا هل سيحان اكو ذات امانيا ساعدي الدنيا ده اي قبقروه اسمارك اتماده مالك اللغوكي شئينو افوفو بونكا
ayaa la amri doona halkaas ayuu afuufaya buunka markaasana u dambaysa in waxsan ku neeflaa adduunyada guudkeeda ay dul ahaadaan markuu qayliyo idan marka saacadaas ashraadu wataan soo ogaanay waa calaamadeedii ashraadu saaca waxaa ka mid haddaan iraahdo bimacnaa calaamadaha saacada waxaa ka mida wey meelba nagu qoranta asaaca bimacnaa waa maxay waqtiga u dambeeya ee bani aadanka soo mari doona adduunyadan u ahaan doonto oo inta buun la afuufo waxsan ku neefloo dambe uusan dhaqaaqi doonin waqtigaasaga weeyaan calaamada marka ka horeysa ama calaamadaha ka horeysa ayaan intaa ka sii warrami doonaa asraadu saacati marka iyo amaaraadkeeda laba ayaa loo qeybiyaa asraadu saaca asugra asraadu saacati asugra iyo ashraadu saacati alkubra saacadaha macnaha muxuu ahaa calaamadaha saacadda intaysan imaanin ka hor dhacaya ee yaryar iyo kuwa muxuu ahaa waaweyn ee inta aysan imaanin saacaddii u dambaysay eesan ku neefle adduunyada uu ka tegi lahaa yacani kuwa waaweyn ee iman doona calaamadahooda haddaba marka asraadu saacati asugra calaamadaha yaryar ayaa loo sii qeybiyaa laba qeybood imaaraad baciida kuwo fogfog iyo kuwo micnaha maaragtay muxuu ahaa dhow micnaha kuwo mutawasid ah iyo kuwo fogfog ayay isugu jiraan sida culamada ay u qeybiso wahiya alatii daharat wanqadat kuwo fogfog oo xilligoodii uu soo dhammaaday yacani inta la arkay oo ay muuqdeen ayay go-een waqtigoodii waa dhammaatay kuwaasina waa calaamaad yaryar weeyaan zaman horeyna dhaceen sida nebi maxamed sala slam soo bixitaankiisa ka warrama min ashraadi saacati asuqra bay ka mid tahay mar dambe nebi calayhi isalaatu wasalaam ma soo baxayo uu soo baxay calaamadaasina way dhammaatay mar dambe lama sugayo ka warran geeridiisa rasuulka calayhi isalaatu wasalaam min calaamaati saaca ay ka mid ahayd waana go-ay nebi sala slam mar labaad intuu soo baxo ma geeriyoonay ka warrama inshiqaaqu saaca iqtarabat isaacatu wanshaqa alqamar dayaxii baa dilaacay dayax waa uu dilaacay yacni dayaxa inshiqaaq baa ku dhacay wuu dhambalmay laba u kala dhambalmay midna buur yacni laba buurooda maka ku yaala bay midna gees ka martay mid kalena gees uu ka maray dadkii nabi calayhi isalatu wasalam wuu tusay nusuus saxiixana ku timid insha allahu tacala aan u tegi doono dayax mar labaa ma dhambalmi doonaa maya wuu dhambalmay taasina calaamadaasna waa la arkay waana ay dhammaatay naar ayadana kasoo baxday magaalada madiina oo nabi sal slam uu tilmaamay naar baa soo bixi doonta naarta ayadaa intay samada isku shareerto macnaha dab baa soo baxaya dabkaasa intuu samada isku shareero ayaa wuxuu yidhi rasuulka calayhi isalaatu wasalaam waxaa laga arki doonaa ifkiisa ama lagu lisan doonaa muxuu ahaa maaragtay halaha jooga yacni muxuu ahaa magaalada basra ciraaq halaha jooga ama neefafka meeshaa jooga ayaa wuxuu yidhi ifka naarta ayada ama dabka meesha kasoo baxay iftiinkeeda muxuu ahaa halahaasi lagu lisan doonaa ama lagu muxuu ahaa maaragtay daajisan doonaa oo lagu miri doonaa oo halahaasi ayaa muuqan doona macnaha if ka muuqan doona qoortooda iyo luquntooda dabka isaga macnaha heerka uu gaaray ifkiisa iyo meesha fogaantiisa uu gaaray magaalada madiinana sida nusuusta qaarkeed ay tilmaamayso oo maaragtay saxaabada ay warinayaan muxuu ahaa yacni ay warinayaan maxaa ruwaada yani qaarkood axaadiista warinaya waxay wariyeen in naarta ayada ay soo baxday sanadka ay soo baxdayna ay tilmaami doonaan insha allah u tegi doono oo markaasina magaalada madiina hata haweenkeeda habeenkii muxuu ahaa intay banaanka soo fadhiistaan funaanadaha iyo dambiilaha iyo darmaha iyo waxay ku tolanayeen iftiinka ka baxaya macnaha dabka isaga ah ama naarta ayada taasina way soo baxday wanqadad wayna dhammaatay way midda marka weli mutawasidka ee socota waa maxay waa midda muuqatay oo welibana aan go-in maalin kastana ay ziyaadaysa ama sii badanaysa calaamaadkaasina sida macnaha waxaa ka mid ah an talida alammatu rabbataha in yacni maaragtay ammadii ama qofkii haweenta ahayd ee addoonta ahayd ay dhasho sayidkeedii oo kale watadaawul xufaad alcuraad
رعاء الشائي في البنيان ذاتك الرباديها اي كبالعانتا اي حول جركا اي محوها مارة الرضان اني هدو تيمغالوين كسوق قلان اي سوف عنان دارها دا در عمارة دا كادر عمارة دا عمارة دا كادر تنابهي تنابها بكادر تهي اني سا سوف عنان رباديه شالي باديها جوغي انت ما انت مغالا سوق قلان اي دارها سوف عنان وانا دعذي حقيقة شالي كوب بادي جوغي بما انت عمارة دا وكداس باوركي كادر محوها مارة دا كاقرح بدن اي وحل لم يتكاين لسوف عنان ان وحاكم اذا خروج الدجالين الثلاثين صد بين ليال والدجالين كواسو كل قد يدعون النبوة نبي نمشي غنية قاربا صوبحي سلمة الكذاب رجل مدة نسع سلم صد كاس قف صوبح دون نبي نمشي غن دونه لبك مدة وهوين بطل مام نبي عليه الصلاة والسلام مد جاوب صوبح ذبه تنكرنا الله ميه قارن لمن تهولي ينكلم قارن هذا وصوب ربحين بو زمن كانت قاركود وصوبحين سيدة أحمد قاديان من اللي يعني من قاديان انت من هندي الجوغة وما عرفت محو هذا مجوغة لمي لكن من قاديان انت اي دبا محوها اي كدب الدعين وانو النبي اي وقاتين ونبي يصوبحي وي اي رهدين ويكو دارتان وكتبت هذا يكو قرآن وميرو بأي لصعدان كاي ساقا نبي نمو الشاكت باك دنب قار هذا دان الجوغان دل كان انجوغنو حتى مركز في رسيد نين محمد علي جل أورنجري أو نمكن هذا نيشن إسلام ويعني مسلمين معها سيد علماء سكوها فخصين نمكن نيشن أوف إسلام نين محمد علي جل يرهضه أي وحي رهدين مارته ونين مذوبها بورهاس بور دير بفولي بيرهدين والله يوحيوذي والله يوحيوذي قرآن قار وقرآن كان هذا أنا هيستان كدوان بهيستان موجودة نمكن نمن مسلمين معها نمكن هذا فرقانيين تحت الله يقانوي فرقان بإلا هذا مسلوه نمكن هسي يعني نكا وحولي هاي المحوها وعلي وحيودي نبي بانهي وهي مسيهن حبيرات وح قف يعني مارة الدين قادن كروان مذوبين مجره نك دين تقادن وانين مذوبين ويه قف كستو عد وانده بلوغ له وشيطان ودين نبا قادن كريا مسيهن حتى هوين العدان كأه المها اور كسي دوحو يا مسيهن ان المها اور كجرة ويهي شيطان اور كجيفة وانا الاسلام نمو اقل من اذا ما كنمان كاكا ورمو وح حبيرات الاسلام نمو لغو شيكرو أما إيمان لسين كرو مجرد قيبت محوها اللبات أسراد الساعة الكبرى أسراد الساعة الصغرى صغرى وصغرى غني يصدع لبضع يقيم السي أسراد الساعة الكبرى كورما أي ووين ومدة أسراد الساعة الصغرى دوما ردو أنت مركز الصغرى صوت رمضان كوان يرير وحانا أوا وين إنك صوت كبديهين طبعا على مضوط ولنما يصبحن حديث كي حذيفة ابن السيد أو مسلم ورنيه أن إن بدنا أتقدون إن شاء الله تعالى أي أحد على حيري اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر نبي قال نوصل بحي أنا والصحابة ملفدنا أو شاكي سنينا مركز النبي صلى الله عليه وسلم حيري ما تذاكرون ما حد كور رميسان وكشاكي سنينسان مركز حيري وحان كون يروي ورين يعني نذكر الساعة قيابه بان كشاك السنينة نبي عليه الصلاة والسلام مركو حيري إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات قيامها سمد عيو من أركيسان ويري إلى هرتيد الأركتان هرتيد إلى إصوب بحضه والأركتان طبعا آيادوت أووين طبعا علامدوت أووين إلى الأركتان قيامه مد عيو أيو رسولك عليه الصلاة والسلام طبعا كيف مركة تحي رسولك صلى الله عليه وسلم مركز حيري فذكر مركز حوت المامي أو الشيغي الدجال دجال صوبح تانكيس والدخان قيق صوبح دونه والدابة دابة صوبح دونته صفة مروة متكود بكسو صوبح دونته جبل كابور تقتال قارو حليين كعبه خوصيق صوبح حيثه قارو حليين مقالة مدينة معناها مكة ملكة ميدا كصوبح دونته علماء قارو حليين سحرها يعني مارت محوها مقالة مكة أجي ذا ملكة ميدا كصوبح دونته وضروع الشمس من مغربها قرحة وكسوة بحضة كالبيتك ونزول عيسى بن مريم عيسى بن مريم إيوه سودك التانكيسة حلق آخر زمان وسودك إيوه وياجوج وماجوج إيوه قلون ياجوج وماجوج اللي يرهضو أما قاق أن ميقق هذا أي أتقان معناها داد كان قالضا أيو يقنان كوا صوبح تانكو ده
وهذا كله ملكه أبوران أو كحرن أو ذو القرنين أو كحري إنسان لقصدنا أو تجدونه صبح تاني صبح دونان وحوت ما نسأل سلم لحظة كجدال وحيري يعني والثلاثة خصوف سدح الجوي أو وين أدعدونه وهكذا ده خصف بالمشرق حق عبري يدك محوها عند يرتمش الدجان والجوي وين أدد يمنها مارت حالي يمال بطلك ولقوا يدونه وعهر يلق دونته أيا كدعي دونته وكذلك قلبتك يري أدد ماش عن جونه قلبتك والجوي وين بكدعي دونته أيضا أدد يحالبه أي كده ما دونان وخصف خصف لو حكد عدونا بجزيرة العرب مقالة مكة مدينة أنت ود حيسة أي عيدا مدى نوصود دولي وكسو صعود مهديقة إنا يمعنها مارتي وحيا الليان ألقى لقو أيها قبل جسم موجودة إن أنت مركي سغال عيادات وكسو شكرا نوي عليه الصلاة والسلام إلا أن سدح ذي خصوف با سدح عيادات خلقاتي على مدى قدام بيسة وآخر ذلك وحا قدام بيه نار تخرج من اليمن يعني نار أما الدبكة صبح دونة يمن قلك يمن تضرد الناس إلى محشرهم دكتور مركها أوحك حين دونة أو يعني مارت محوه آدين دونة أو سجده دونة إلى محشرهم يعني إلى الشام حقاس أي دكتور أوحك حين يسا هل كاسو مارت محوها أي كو آخر سن دونان أو مركها سين قبل إهان دونة إذا مرك حبيبتي في الله وجاء في بعض الأحاديث الأخرى ومارت مهديك كور رمية كعبضة إيو مارت الدومينت هذا من أسراد ساعة الكبرى بكمل تاي مهديك صبحتان كيسا دومينت كعبضة نين إتوبيان بأيمان دونا وكعبضة دومين دونا تانا وكور رمي دونا ووحكد بي مركز العلماء المسلمين تا دب أمدس دونان مع مكان دب لو محجين دونا قرآن كان لكوري يلي دونا ودول كان لكوري يلي دونا قف قلبي كيسا هبا يراته يعني فاتحة أما قول ولا أما مارت بسم الله آخرين دونا مجري دونا إيوه المحوة هاكوكا ولمدة وأنا أتجد دون إن شاء الله تعالى هذا ولا ليال ساعدي رأي بالوجودة موضوع عن وحدة موضوع عن أي نقد دونا أنت نوحي هيد أو ما أنت أنا كسر ورمني مقدمة أم هرودع إيو مارت إنا أنت جوز جرينه ساعد قيام هذا إيو قيله وكل بحضه إيو معناه مارت محاق يعني نحوها لوبة هاي نكوجا إنه هكيب نفتي أن تأثير كويا لنكرتا سدابي تهينا أوديار جرونه محوها غفلة عن قصة قلنا إحنا نغبحنا إيمان إن إلهي سبحانه نطير أو كزي هذه إنت هاس أيها هيد إن شاء الله أسينا أسي الدبال دقنه لكن باللابد عن باللابد دون أشراط دي هذا موضوع عن موضوع كوحيقا أيو نقن دونا حدو إلهي راده إنت كون رئيسنا وحان إن شاء الله تعالى دمانتي لإذن كتك إياه إلهي سبحانه وتعالى في ذمة الله إلهي ذمة ديسها إذن كتك إياه إنت دب أكل من دوننا الله سبحانه وتعالى وحان كبرينا كلنا كنا كنا أنا إنه إلهي سبحانه وتعالى مغفورين كل لودن بدافع نقدر جو مركا دب كل من دوننا إن شاء الله تعالى أنا جو نحب وين ونحفظيه دين تيس ونقول حفظيهنا ونقول ميه كلا تلقن هذا عن كلا تلقنينا نحب وين الدين تيس ونقول إلى ونقول حفظيه وجزاكم الله خير وأحسن إليكم الله سبحانه وتعالى وحمد سنينا إنه نقول في دار كرامته في مقعد صدق عند مليك مقتدر اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كبيرا وأخيرا وحن أمهد علينا يا كعبة تي في وبرنامج كان الصوت بردي إن شاء الله تعالى إنه نون الدهن دونته إلى أن قبل قبدي سكجارنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندك بعض منازل الربان عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان فكرت في